السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناخد مراجعة على الوحدة الثالثة. تتوسط مصر قارات أفريقيا وأسيا وأوروبا. استقر الإنسان المصري القديم على ضفاف النيل لممارسة حرفة الزراعة. من العوامل الطبيعية لقيام الحضارة المصرية القديمة نهر النيل. تطل مصر على بحرين، هم البحر المتوسط والبحر الأحمر. يجري نهر النيل في مصر من جهة الجنوب إلى جهة الشمال. يعد النيل السبب الأول لقيام الحضارة المصرية لأنه بيعتمد على الحضارة الزراعية، وهي أول من عرف الإنسان. طيب، يعد النيل السبب الأول لقيام الحضارة المصرية. يعد نهر النيل شريان الحياة لمصر. سميت الكتابة عند المصريين القدماء بالكتابة الهيروغليفية. يشمل عصر المعادن عصرين، هم عصر النحاس وعصر الحديد. ساعدت معرفة مصر القديم للزراعة على الاستقرار، التعاون، الانتماء. نجح الملك مينا في توحيد مملكة الشمال ومملكة الجنوب سنة 3200 قبل الميلاد. عرف المصري القديم الكتابة في عصور ما قبل التاريخ، طبعا غلط لانه عرفها في العصور التاريخية. المصري القديم كانت قبل معرفة الكتابة، كانت هناك الكتابة الهيروغليفية، وهي عبارة عن اشارات، شعار، رسوم. تتوسط مصر قارات العالم القديم. استخرج المصري القديم معدن النحاس من شبه جزيرة سيناء. لقب الملك مينا بألقاب عديدة، منها ملك الأرضين. أسس الملك خوفو أول أسرة حاكمة في تاريخ مصر القديمة، طبعا غلط لأن أول من أسس أسرة حاكمة هو الملك مينا. كان المصري القديم يهمل نهر النيل ويلوث مياه، طبعا غلط لأنه كان بيحافظ على مياه نهر النيل ويحرص على نظافته. ساعد مناخ مصر على تنوع المحاصيل الزراعية ووفرتها. مملكة الشمال كانت مملكة الشمال ومملكة الجنوب اللي وحدهم الملك مينا. الفترة الزمنية اللي عاش فيها الإنسان قبل معرفة الكتابة هو عصور ما قبل التاريخ. كل ما تركوا لنا أجدادنا القدماء وله قيمة عظيمة هي آثار. وبكده نبقى انتهى الدرس، وكمان انتهى الترم الأول للصف الرابع الابتدائي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.